اه هنرجع يرجع لنا زميلنا شريف شعبان ولقاء مع احمد نبيل كوكا، فهنروح لملعب المباراه. اتفضل يا شريف. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكبار طبعا ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بعد فوز اليوم النادي الاهلي على فريق الغابه بسبع اهداف مقابل لا شيء مع نجم من نجوم اللقاء احمد نبيل كوكا، بقول لك اهلا بك على شاشه قناه النادي الاهلي وتحياتي الكابتن ايمن وضيوفه. عملت النهارده مباراه ولا اروع ولا اجمل. النهارده شفناك في مركزين، مركز الباك ليفت، مركز الديفندر، ولكن المميز عندك النهارده احمد ان انت ما بتغيب بتغيب وبترجع ما بتحسش بتاثير ما شاء الله. الحمد لله النهارده تجربه كويسه لينا، ناس كتير كانت بعيده، كويس ان الناس بتلعب، كان في ماتش كاس النهارده، في ماتش ودي، الناس كلها قريبه. زي ما حضرتك قلت الواحد الحمد لله بيحاول يعمل اللي عليه، بعيد برجع بحاول اتمرن وبعمل اللي عليا عشان لما يكون في تجربه زي كده يكون في وقت انا اتحطيت فيه اظهر بشكل كويس واكون على قد المسؤوليه. فالحمد لله يعني الواحد بيعمل اللي عليه وبيحاول يظهر باحسن حاجه. يعني النهارده شفناك في مركزين، مركز الباك ليفت ومركز الديفندر، ايهما اقرب الى قلبك؟ ديفندر، وانا بلعب مركز ستة، لكن الحمد لله يعني الواحد اتوظف هنا اول ما طلع في الباك ليفت، لكن انا برضو في اخر ماتش في الدوري ماتش اسوان لعبت مركز ستة، لكن انا مركزي الاساسي مركز ستة. لكن زي ما حضرتك عارف انا اي مركز بيتطلب هنا في النادي الاهلي من اي لعيب مش مني انا بس، كل واحد بيحاول يعمل اللي عليه، ما فيش حد هنا بيلعب في مركز واحد، كلنا بنحاول نساعد، كلنا بنحاول نموت نفسنا عشان خاطر النادي الاهلي، فاي حاجه بتطلب مننا بنحاول ننفذها يعني الحمد لله. اللعيبه الكبار في الملعب كانوا بيقولوا لكم ايه وانتوا بتلعبوا؟ اكيد اللعيبه الكبار كان في قبلهم ناس بتساعدهم، احنا هنا متعودين كله بيساعد الصغير، كله بيبقى دافع علينا لاننا كلنا تيم واحد في الاول في الاخر يعني. فبصراحه يعني اللعيبه الكبار هنا دفعه كبيره لينا وكلهم واقفين في ظهرنا فبشكرهم يعني. طبعا بدات تكبر بقالك فتره في الفريق الاول، بتبقى حريص بقى تقول ايه للناشئين النهارده اللي كانوا بيشاركوا النهارده وهم في الملعب، بتكلمهم تقول لهم ايه؟ لا انا واحد منهم يعني، لسه ما عملتش اي حاجه في حياتي، كل الماتشات اللي انا لعبتها حوالي 5 6 ماتشات، ولا في كبر ولا في اي حاجه، انا لسه 20 سنه، فالواحد لسه يعني برضه لسه على اول السلمه ما عملتش اي حاجه. فانا واحد منهم، بحاول اكيد بتكلم معاهم لان انا ممكن اكون اقدم شويه هنا بست شهور زي ما كان الناس كتير قبل هنا برضه زمايل الناشئين بيكلموني. فكلنا بنحاول نساعد بعض لان كلنا بنتمنى الخير لبعض، لان كلنا حاجه لصالح النادي الاهلي يعني. فاكيد اي حاجه بشوفها هم ممكن يعملوها غلط فاكيد ممكن ادلهم على الصح، فدي حاجه ناس كتير قبلها عملوها معايا يعني. جمهور الاهلي عاوز افريقيا ان شاء الله باذن الله، نوعد ان شاء الله باذن الله اي بطوله بندخلها هنا في النادي الاهلي لازم دي رقم واحد عندنا. بطوله افريقيا طبعا محببه عند جمهور النادي الاهلي اللي انا واحد منهم، فاكيد ان شاء الله يعني بنوعدهم بيها باذن الله السنه دي. شكرا لك كابتن ايمن. ده كان لقاءنا مع واحد من نجوم اللقاء النهارده احمد نبيل كوكا اللي متعنا النهارده في مركز الديفندر ومركز الباك ليفت. يمكن ده كان لقاءنا مع طبعا من داخل ملعب التتشي، طبعا تالق النهارده لشاشه قناه النادي الاهلي في نقل المباراه يعني شابوه ولا اروع ولا اجمل. النهارده الناس كلها بتشيد بنقل المباراه الخاص والحصري على شاشه التميز، شاشه قناه النادي الاهلي. عوده ليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا زميل العزيز شريف شعبان.